على مستوى السوق السعودي، فقد أغلق المؤشر الرئيسي تاسة دولة اليوم على انخفاض بنسبة 1.13% عند مستوى 10153 نقطة. تداولات بلغت قيمتها الإجمالية 4.25 مليار ريال. جاء سهم شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنسبة 3.81%، ليغلق عند 54.50 ريالاً. تلا سهم شركة دار الأركان للتطوير العقاري نسبة بلغت 3.54%، ليغلق عند 13.46 ريالاً. ارتفع سهم شركة استرال صناعية بنسبة 2.94% عند 56 ريالاً. إنما تصدر سهم شركة هامة للإعلان والعلاقات العامة قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً نسبة بلغت 5.97% عند 66.10 ريالاً.